السلام عليكم طلاب، اليوم راح ناخذ الجزء الثاني من التجربة اللي هو الفول ويف ريكتيفاير. ذاك اللي أخذنا الهالف ويف ريكتيفاير، هسه ناخذ الفول ويف ريكتيفاير أو البريدج ريكتيفاير، تقويم الموجي الكامل. من تطبيقات الدايود قلنا بالأي سي سيركت إنه هو يشتغل كمعدل أو مقوم للإشارة، يحول لنا الإشارة الأي سي إلى دي سي. مثل عندنا همين السنتر تاب ريكتيفاير يستخدم بي دايودين، نفس الشيء يعتبر نوع من أنواع الفول ويف ريكتيفاير اللي يطلع لك يسوي لك تقويم كامل للموجة. فمثل ما تشوفون عندنا دائرة الفول ويف ريكتيفاير عبارة عن أربع دايودات متصلات سوا بيناتهم مقاومة 1 كيلو أوم، ومصدر أي سي بي أنبوت 16 فولت بيك تو بيك، والتردد 1 كيلو هرتز. فاحنا قلنا اول ما نبدي بالشغل نقول شنو اللي يشغل الدايود. فاذا اجى الموجب مننا والسالب مننا، اذا اجى الموجب راح يفوت مننا، راح يمر بالدي 3 ويمر ايضا وين هنا راح يوصل، يمر بما انه هو موجب على السالب ما راح يمر، راح يمر فقط بالدي 3 ويرجع على دي 4. فناخذ اول حاله لما نقول دي 3 ودي 4 اون، ايش وقت يصير اون؟ اذا داخل عليهن الجزء الموجب من الموجه، عندنا 16 فولت بيك تو بيك يعني 8 بالجزء الموجب و8 بالجزء السالب. فاذا فات الزائد 8 منه راح يشتغل الدي 3 والدي 4 راح يعتبر اون. فمن يشتغل الدايود راح يكون عبارة عن شورت سيركت، يقطع فولتية بمقدار 0.7 فولت، اللي هي الضريبة اللي ياخذها الدايود من الإشارة اللي تمر به. فراح يوصل لهنا، هذا الدايود يطفى لأن موجب على السالب ما يشتغل، فيرجع يكمل. هذا طبعا هم الدايود اوف هنا، فصير عندنا اوبن سيركت. لما الدايود اون عندنا شورت سيركت، ويقطع فولتية من الفي انبوت مقدارها 7 بالعشرة فولت بيك تو بيك. فالقطع راح يصير مرتين، راح نايمر التيار هيجي بهذا الشكل ويرجع بهذا الشكل عندي. فكل مرة لما دي 3 ودي 4 راح يشتغل عندك دايودين بالمرة الوحدة. ليش؟ لأن هذني بنفس الاتجاه، موجب سالب منه وموجب سالب منه راح يشتغلن اثنينهن بالمقابل، هذني يطفن إذا أجى جزء الموجب من الموجة. فأول حالة دي 3 ودي 4 on تعوض بدلهن شورت سيركت، ويقطع عن 7 بالعشرة من الفولتية الداخلة. مثل ما تشوفون هذه الفي انبوت وهذه الفي اوتبوت، اللي عندنا ياخذ ضريبة من الفولتية بمقدار 7 بالعشرة، بما انه دايودين عندك راح يستقطع بواحد بوينت 4 فولت من الاشارة الطالعة اللي عندك، يستقطع لك 1.4. فتشوف ايش قد الناتج اللي يطلع عندك، تكتب لي اياه هنا. انا هسه نطلع على الاوسيلوسكوب. بالحالة الثانية اذا دي 1 والدي 2 اون، اذا اجاني الجزء السالب منه والجزء الموجب منه، فاجى السالب يدخل على هذا الدايود الدي 1 على السالب، على السالب راح يشتغل الدايود، راح يصير كشورت سيركت. ونفس الحاله هنا الدي 2 جا السالب على السالب، يشتغل الدايود كشورت سيركت، وهنا الدايود اوبن سيركت لان السالب على الموجب ما يشتغل الدايود. فمثل ما نشوف هنا اشتغل عندنا الدي 1، مرر تيار، مرر فولتيه، وراح يمر عندنا من هذه الحاله الدايود الداخلي هو الدي 2، يعني سالب على السالب والموجب على الموجب. تمر الفولتية بهذا الشكل، هنا راح يشتغل الدايود، راح يقطع 7 بالعشرة فولت ضريبة من الفولتية المارة من خلاله. نفس الشكل هنا راح يقطع 7 بالعشرة فولت من الفولتية اللي مارة من خلاله. وهذه من الدايودات راح يصيرن اوبن سيركت لان مطفيات، لان اجاهن سالب على الموجب طفى الدايود ما يشتغل عندي بهذه الحالة. بعد راح نلاحظ من نطلع الاوتبوت هنا على الاوسيلوسكوب، راح نشوف انه الاوتبوت فريكوينسي يطلع لنا 2 من الانبوت فريكوينسي، راح تضاعف عندنا التردد مال الاوتبوت. البيك دايود بيك انفرس فولتج 2 من الفولتيه من البيك فاليو مال فولتج، والايديال دي سي فولتج اوتبوت راح يطلع لنا 2 من الفي بيك على الباي. هسه نشوف شلون نربط الفول ويف ريكتيفاير. مثل ما تشوفون راح نستخدم 4 دايودات، الرصاصي هو الجزء السالب والاسود هو الجزء الموجب. فنبدي هذا اول دايود سالب، الرصاصي لي فوق، الموجب لي جوه، سالب موجب. نبدي هذا الدايود اللي اخذ بالعكس، موجب سالب، وهذا سالب موجب، وهذا موجب سالب، حسب هذا الشكل ربطنا. هسه نجي نخلي مقاومة
قيمتها 1 كيلو أوم تربطن بين الأجزاء المشابهة مع الدايودات، بس بين السالب والسالب وبين الموجب والموجب راح نخلي مقاومة مقدارها 1 كيلو. بني أسود أحمر عندك 1 كيلو. فهسه تاخذ الانبوت، راح ناخذ الانبوت 16 فولت بيك تو بيك. الجزء الموجب راح يروح للاطراف المختلفه مع الدايودات بين الموجب والسالب، والجزء السالب راح يروح بين الاطراف المختلفه مع الدايود من هنا بهذا الشكل. ما تشوفون هسه عندنا دخلنا الفي انبوت من الفانكشن جنريتر على الجزء الموجب بين الموجب والسالب مال الدايود، وعلى الجزء السالب بين الموجب والسالب مال الدايود. هسه راح نعرض الاشاره مال الانبوت والاوتبوت على الديجيتال اوسيلوسكوب. نفس الشيء تاخذون الجزء السالب مال الشانل وتخليه للجراوند المشترك منه، والجزء الموجب يروح على الانبوت مثل ما تشوفون. اخذناها راح ناخذها 16 فولت بيك تو بيك. هنا ابدل بالامبلتيود مال الاشاره، خليت الرقم ثبت 2 فولت، كل مربع يقرا 2 فولت، ومن هنا ازيد الامبلتيود. عندنا 8 مربعات 8 في 2 16 فولت انبوت. فهسه نجي على الاوتبوت، نشيل السالب مال شانل طرف للمقاومه، طرف بهذا الشكل. طلع عندنا فول ويف ريكتيفاير اوتبوت، طعنا 1.4 فولتية الدايودين، 7 بالعشرة زائد 7 بالعشرة 1.4 قطعها من الزائد 8 من الفي انبوت. فاللي تطلع لنا بهذا الرسم مقدار الفولتية هي 6.6 فولت قاطع من الزائد 8 مجرد الفولتية مال الضريبة مال الدايودات الثنين اللي عندنا. نفس الشيء اذا قلبتوا الاطراف مال شانل راح تطلع لك الموجب الجزء السالب، وهم مقطوع منها 1.4 فولت ضريبة الدايود.